ونحن نتشح بالسواد حزنا على الزهراء فاطمة سلام الله عليها، ينظم قسم الإعلام والاتصال الحكومي ندوة فكرية حوارية ثقافية بعنوان الزهراء منهج ورسالة. خير ما نفتتح به ندوتنا هذه آيات كريمات مباركات من كتاب الله العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صدق الله العلي العظيم. عن مدى الرقي والتقدم لكل مجتمع من هذه المجتمعات لابد من أن تجد مكان للعبادة، أن تجد معبد. أيضاً بغض النظر عن العبادة التي يتوجه إليها أهل ذلك البلد أو ذلك التجمع السكاني، عبادتهم كانت عبادة صحيحة، عبادتهم كانت بناء على اعتقاد من الاعتقادات التي قد وضعها البشر أنفسهم، بالتالي لابد من وجود بيت للعبادة لأنه ينسجم يتناغم ما شئت فعبر مع الحاجة الفطرية التي قد أودعها الله تبارك وتعالى في جبلة كل إنسان. يوم أن خلق الخلق الله تبارك وتعالى فطر الإنسان على فطر، ومن تلك الفطر هي هذه فطرة الاحتياج، الاحتياج إلى قوة تمده بالوجود، تمده بمدد تجعله قادراً على مواجهة كل ما يلم به من أزمات، ومنها نفس أزمة الوجود بحد ذاتها.